خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعمل فائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين. تصميم رنديلة نابضية عن طريق برنامج SolidWorks. هذه الرنديلة التي سوف نرسمها بطريقتين باستخدام تعليمات سويب وسورفيس. من النيو نختار بارت، ثم نختار المستوي فرونت بلين ونرسم دائرة بقطر 72 ملم. من فيتشرز نختار كيرفس ثم هيليكس اند سبايرال. ضمن بارامترز ريجون نحدد الخطوة ب 12 ملم، ثم الخطوة الثانية 12 ملم، وعدد اللفات RE1. نختار المستوي فرونت بلين ونرسم دائرة بقطر 36 ملم. من فيتشرز نختار كيرفس ثم هيليكس اند سبايرال. ضمن بارامترز ريجون نحدد الخطوة ب 12 ملم، ثم الخطوة الثانية 12 ملم، وعدد اللفات RE1. من Surface نختار Boundary Surface ونختار الخطين المنحنيين. من Thicken نحدد السماكة ولتكن 3 ملم. نحصل على الرنديلة بطريقة Surfaces. طريقة بناء المسار Sweep. من New نختار Part، ثم نختار المستوي Front Plane ونرسم دائرة بقطر 72 ملم. من Features نختار Curves ثم Helix and Spiral. ضمن Parameters Region نحدد الخطوة ب 12 ملم، ثم الخطوة الثانية 12 ملم، وعدد اللفات RE1. لرسم البروفايل نختار المستوي Top Plane ونرسم مستطيل أبعاده 3.18 ملم. ثم نحدد المستطيل والمسار المنحني ونختار بيرس. من فيتشرز نختار سويب باس، وضمن بروفايل نحدد المستطيل ثم المسار، وبالتالي نحصل على الرنديل المطلوبة.